وبيتم تنفيذ مهام المكلة إليها، يمكن أصغر عدد لأي وزارة بتعمل في هذا النطاق المنتشر وبهذه المهام المتشعبة والكل مدى بتزيد أكثر وأكثر. فأنا سعيد بالفرصة دي للقائكم. أنا حاولت في الفترة الماضية رغم الضغوط والمسؤوليات الكثيرة في السفر والارتباطات أن أزور كثير من الإدارات والقطاعات اللي بتعملوا فيها لألتقي بكم في مواقعكم نفسها، وطبعا هذه فرصة لنجتمع بشكل متكامل. واخترنا هذا التوقيت بعد صدور الحركة الدبلوماسية اللي حرصنا أن تصدر في إبريل، كان الحرص أن تصدر في إبريل لأنها كانت عادة بيطلق عليها حركة إبريل، والسنوات الماضية أدت إلى بعض الاضطراب اللي جعلها تتأخر وأثر ذلك على الأعضاء من حيث الاستعداد للتنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للأسر. فنعود إلى التقاليد اللي نشأنا عليها، أن تصدر الحركة في ميعاد يستطيع الأعضاء أن يعتمدوا عليه، سواء كانت حركة